ده محتوى حلقة النهاردة، لكن انت شايف لما تمشي بأصولها ازاي؟ لما تمشي بأصولها يحصل كده، يحصل ان ندي العيش لخباز، يحصل ناسق في كل في مكانه، الجهاز الفني هو صاحب القرار، الجهاز الفني صاحب الرؤية، الجهاز الفني من حقه يتخذ من القرارات ما يراه صائبا، الجهاز الفني اللي عمل بالقطعة، اللعيبة اللي وثقنا فيها حققت لنا من الإنجازات أصعبها وحطتنا على مصاف الأندية العالمية وساهمت بقدر كبير في هذه الإنجازات، ما يتسحبش منها الثقة تباعا. مش جمهورنا اللي يترصد اللعيبة، حتى لو بعضهم صادفوا سوء بخت ويعني انخفاض في منحنى المستوى، نفضل جنبه ونوقفه على حيله. تمشي بأصولها لما اللعيبة تدرك ان مفيش حد اهم في كرة القدم من الجماهير، وتاني حاولها الجماهير هي اهم عنصر من عناصر اللعبة، لان من اجلهم تلعب الكرة، ولكنهم ليسوا متخذي القرارات. الكل يعمل من اجلهم يا استاذ ابراهيم، ومن اجل اسعادهم. وهنا نرى لقطة زي بتاعت قفشة النهاردة، وهقول لك ليه اللقطة دي مهمة. لقطة قفشة النهاردة يا جماعة لقطة الأسبوع، هنشوفها هنشوفها، لأنه دي لقطة الأسبوع. قفشة راح وسجل وفك لوغاريتم المباراة المقفولة، ثم اللقطة دي لقطة. استنوا استنوا، عمال كل اللي روح له يقول له استنوا، راح بالفانيلا للجمهور على راسي من فوق، فانيلة الأهلي والجمهور على راسي من فوق، ليكوا كلكوا، ومع الحب بقى. أنت شفت دي لقطة الأسبوع، إيه اللي فيها؟ بتلخص المشهد كله. أيوه. عاتبنا قفشة على الباد إنرجي والطاقة السلبية اللي عايش فيها، ووصلته إنه يعني ياخد على خاطر من الجمهور ويعبر عن عدم رضاه. وقلنا يا جماعه الجمهور ده له الحق، كل حق ان يغضب وان يتساءل وان يدفع وان يدعم. ايوه. اللقطه دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك النهارده شوف قفشه بيندفع في مركز راس الحربه. ايوه. عايز يجيب جون عشان يعمل اللقطه دي. ايوه. عشان يقول للناس والله ما كان قصدي غير ان احطكم على دماغي من فوق. حتى لو زعلان شويه استحملوني، لكن في الاصل والاساس الاهلي فوق جميعنا، وحط الفانيلا على راسه من فوق. ايوه. هي لقطه بتدلك على التغيير الذي حدث زي ما اقول في اجواء الفريق، في اوضه اللبس. هتلاقي بقى يتواكب مع اللقطه دي ايه؟ فوقان السلية، فوقان هاني، فوقان معظم اللعيبه. كويس. احمد عبد القادر بدا يستعيد توظيف مهارته لصالح الفريق، لسه حته لو عملها هيبقى في حته تانيه خالص. احمد عبد القادر، دي اللقطه اللي معبره، التي تلخص الامور، واللي تخليني اقول لك لما تمشي باصولها الاهلي يقعد في مكانته. وكل الجمهور وقف مع النادي الاهلي يا ابراهيم لادراكه ان الاهلي ملوش غيره. ايوه. وان ده مش التوقيت اللي ننظر فيه بيه على بعض. ايوه. لخطوره الموقف والمشهد العام. ايوه. ان محدش جنبك فعلا، ها؟ ايوه. غير جمهورك. ايوه. وانت بتبذل جهدك. لما هتشوف حتى مجريات الامور في يعني بص يا استاذ ابراهيم، ولو انك كان عارف انك مش هتعدي الليله دي من غير ما برضه تنبش وتضغط عليا، هجيلك طبعا. لا بس انا عايز اقول لك حاجه في الاول. لما تلاقي ان الجمهور يتصور ان كل اسئلته وكل ترشيحاته وكل طلباته ما كانتش واصله، وبعدين يقول لك شفت بقى المجلس استجاب للجماهير، هو المجلس عايش هم الجماهير وواصل القرارات دي سواء الجماهير اتكلمت فيها ولا لا، لكنه في الاخر من اجل الجماهير. ده كان قرار او لقطه الاسبوع من قفشه. ويا جماعه قفشه لعيب مهم زي ما كل لعيب الاهلي. على فكره ابراهيم كل ما اتكلم بيستعجلني فبكلفت شويه كلام، بس عشان بتبقى ترتيب الفقره.
يعني هما بيكلمونا على انه في كلام لقفشه. يعني لعيب مؤثر جدا جدا، لعيب في مركزه كمان مهم جدا، عنده كتير قوي يديه ده بالتاكيد. الفتره اللي فاتت اي لعيب في الدنيا بيمر بمنحنى صعود وهبوط، اي لعيب في الدنيا، لكن الفكره في الفوقان وسرعه الفوقان. قفشه لعيب دولي بلا شك، لعيب اداؤه حتى في الملعب كواحد صانع لعب، احنا دايما بنقول ان ده الفتيس بتاع الفريق. طول ما انت عندك اللاعب 10 ده مؤثر جدا، ناقل السرعات جدا، هو ناقل السرعات، هو اللي واخد من تحت لفوق. ليه كده تعبيرات كده؟ ده فتيس الفريق بجد، هو ده ناقل حركه الفريق. فنتمنى انه يفضل دايما في الفوقان ده، ويفضل دايما في التاثير هو وكل زمايله. حد يقول لي ايه القرار اللي خده ديانج ده والنبي؟ الاهلي فكر فيه. لا جون ديانج بقى ده حكايه تانيه خالص بصراحه، ده المتعه. شوف بقى ديانج، لا ازاي فكر في القرار ده؟ الموقف ما كانش بيدي هذا الحل. بصوا بقى يعني السعاده اللي بين الجهاز الفني، لانه الحقيقه جون حلو، جون فيه شغل كتير وشغل كبير وابتكار وابتكار من لاعب الحقيقه الجمهور بيحبه وكل الناس بتقدره. يعني يمشي المسافه دي وكل اللي قابله تعالى روح، تعالى روح انت كمان. هو هدف مارادوني لكن ما فيهوش غش. بص بالظبط، ما شاء الله، ده هدف الاسبوع. يعني ده هدف الاسبوع ولقطه قفشه لقطه الاسبوع. انت عارف قفشه ده هو ده قفشه اللي احنا عايزينه. ليه قفشه ديانج خد مان اوف ذا ماتش؟ ديانج خد مان اوف ذا ماتش، مان اوف ذا ليج، اوف ذا ليج. صحيح، لانه ما شاء الله عليه. قفشه انت كنت بتقول ماله؟ لا قفشه دي اللقطه اللي انا عايز اشوف فيها لعيبه الاهلي كلهم. ايوه، ادراكهم ان اسعاد الجمهور هو الغايه. ايوه، وان الجمهور لما بيتقل علينا شويه كلنا. ايوه، انا وانت على فكره يوه احنا بنشوف عجب مجرد، لكن بنديهم الحق خلاص. هو مش يعني اللحظه اللي هم عايشينها. أيوة، مش زي ما احنا كمسؤولين بنترجمها. احنا غصب عننا بنبتلع غضبنا وزعلنا وترجمه الى عمل علاجي. يعني احنا مطلوب مننا مش نغضب، نحل. ايوه، هم من حقهم يغضبوا ويستنوا الحلول بتاعه المسؤولين. فاحنا واللعيبه كل الناس، الجمهور على دماغنا من فوق، بس كل واحد في حتته.